هي زيارة جديدة للتاريخ تتجسد فيها عبقرية الشخصية المصرية. البداية من المسلة المعلقة خارج المتحف، مروراً بالبهو الأعظم، ثم الدرج العظيم، دخولاً إلى حوالي 12 قاعة رئيسية بتضم حوالي 50,000 قطعة أثرية، أسرار وكنوز الحضارة المصرية والحضارات الإنسانية المتعاقبة من داخل المتحف المصري الكبير. يسعدني أن يكون معنا دكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم والنقل بالمتحف المصري الكبير. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا أستاذ محمد، وأهلا بالتلفزيون المصري في الصرح الثقافي العظيم والمتحف المصري الكبير. صرح ثقافي وتنويري وحضاري وبداية التشغيل التجريبي. لو اتكلمنا عن الرحلة من الخارج، المسلة المعلقة، ثم البهو الأعظم، ثم الدرج العظيم. هو أنا هبدأ من حيث حضرتك، من المقدمة الجميلة اللي أنت قلتها، اللي هي عظمة المصري. إحنا بنقول عظمة المصري القديم والحديث بتتجلى هنا في المتحف المصري الكبير. بتبدأ الرحلة من المسلة المعلقة، وهي أول مسلة معلقة في العالم خاصة بالملك رمسيس الثاني، اللي هي جات من منطقة صان الحجر إلى عدة أجزاء تم ترميمها وتم إقامتها أمام الواجهة الرئيسية للمتحف المصري الكبير، المدخل الرئيسي اللي بيزينه خراطيش الملوك العظام اللي حكموا مصر في حقب تاريخية مختلفة، بدءا من عصر الدولة القديمة إلى عصر الدولة الحديثة. بعد كده بنخش على البهو العظيم اللي احنا متواجدين فيه دلوقتي، بنقابل الجد الأعظم لقدماء المصريين، الملك رمسيس الثاني العظيم، احنا في حضرة صاحب رمسيس الثاني، الإنجازات الكبيرة، عظيم العظماء، وصاحب عظيم العظماء، أو هو يلقب بالجد الأعظم عند القدماء المصريين، كانوا بيلقبوه بالجد الأعظم. تمثال من الجرانيت الوردي 11 متر و80 سنتي، بيزن 83 طن، اللي تم نقله من محطة رمسيس في 2006، وتم دخوله إلى المتحف المصري الكبير قبل السقف اللي احنا موجودين فيه دلوقتي في عام 2018، 25 يناير 2018، عشان يكون أول قطع أثرية بتاخد رقم جيم، اللي هو الجراند إيجيبشن ميوزيوم، رقم واحد هو تمثال الملك رمسيس الثاني. بعد كده بننتقل إلى ابنه الثالث عشر الملك ميرنبتاح، عمود النصر اللي هو موجود خلف التمثال، اللي بيخلد انتصار الملك ميرنبتاح على الحسيين لما غاروا على الحدود الشمالية لمصر، وبعد جيش وأدبهم، وبعد الانتصار عليهم خلد الانتصار على هذا العمود اللي احنا مش بنعتبره عنصر معماري على الإطلاق، ولكن هو زي النصب التذكاري اللي بيخلد فيه الانتصار الخاص بالملك. بعد كده بنلاقي تمثال لملك وملكة من العصر البطلمي من الجرانيت الوردي، اللي تم اكتشافهم في الآثار الغارقة في مدينة هيركليون. هيركليون دي مدينة كانت في اسكندرية، المدينة الغارقة في اسكندرية، هي بتلقب كده، مدينة الغارقة، مدينة الغارقة، غرقت يعني لأي سبب، يعني لم يتم معرفة الأسباب حتى الآن. كانت بتحتوي على العديد من الآثار زي التمثالين دولت، وزي تمثال الإله حابي اللي هو برضو موجود عندنا في المتحف المصري الكبير. ثم بعد ذلك بنطلع بالرحلة إلى موضوع مهم جدا جدا مش موجود في أي متحف في العالم، هو الدرج العظيم. مفيش آثار في المتاحف العالمية على سلم بتعرض هذا الكم وهذه النوعية وهذه الحضارة العظيمة زي المتحف المصري الكبير. 60 قطعة من أفضل القطع الأثرية. بنتكلم على سيناريو عرض رائع جدا في الدرج العظيم. كل تفصيلة في الدرج العظيم قابلة كده لإثارة الدهشة، يعني بالزبط. من كل زاوية أنا بشوف هذه التماثيل برؤية مختلفة وبشكل مختلف. بالضبط، ده عشان تتيح للزائر أنه يتجول حوالين الدرج العظيم من كل الزوايا، ويقدر من كل الزوايا، وما يعملش تكدس أثناء الزيارة. التماثيل اللي موجودة مش مرصوصة جنب بعضها كده كقطع، ولكن تم وضعها طبقا لسيناريو عرض. بيتكلم عن أول موضوع، بيتكلم عن الهيئة الملكية في مصر القديمة إزاي، الملك كان شكله إيه في مصر القديمة. من خلال السمات الفنية حضرتك تقدر تحدد من هو هذا الملك، اسمه إيه، من خلال السمات الفنية حتى لو مفيش اسم موجود عليه. بعد كده بنتكلم على موضوع تاني اللي هو أماكن العبادة أو الدور المقدسة عند المصري القديم. بنتكلم على موضوع تالت اللي هي الملك وعلاقته بالآلهة، وجبنا مجموعة من التماثيل اللي بتخدم هذه الحقبة الزمنية زي الثالوث المقدس للملك رمسيس الثاني والمعبودة سخمت وبتاح، زي تمثال رمسيس والمعبودة عناط. بنتكلم على كده بقى موضوع ثالث الرابع والأخير اللي هو الحياة الأخرى عند المصري القديم، لأن المصري القديم يهتم بالحياة الأخرى ويهتم بطحنية الجسد. دكتور عفوا للمقاطعة، هذا السيناريو الرائع جدا والمدهش للعرض المتحفي، تقديم هذه المعلومات بشكل مبسط وشيق وجاذب كمان للزائر وجاذب لرواد المتحف بيتم ازاي؟ بيتم من خلال اولا الجولات اللي هي خلال التشغيل التجريبي، ممكن يصطحبك هنا مرشد بيشرح ليك
المتحف كله. لو حضرتك مش عاوز مرشد، من الحاجات المهينة في المتحف المصري الكبير كل قطع أثرية موجودة عليها اللي هي بطاقة الشرح أو التعريف بالأثر. إيه هو الأثر اللي هو موجود، جاي عصر الزمن بتاعه إيه، ونبذة مختصرة بكذا لغة، اللغة العربية أولهم، اللغة الإنجليزية وبعض اللغات الأخرى، بيتم شرح الأثر جاي منين. إيه؟ هننتقل للموضوع الأخير اللي هو الرابع، اللي هو الحياة الأخرى عند المصري القديم، وده من خلال بعض من التوابيت المميزة اللي هي موجودة. وبننتهي ببانوراما عرض رائعة الأهرامات. جميل. وهي بتخلد الفكرة وكأنك حضرتك جبتها عندك في المتحف وعارضها داخل إيه؟ فاترين. ده كان الجزء الأولاني من التشغيل التجريبي اللي كان الغرض منه. جميل. إن إحنا نقف على خدمة سياحية متميزة نقدمها للزائر سواء المصري العربي أو الأجنبي. التشغيل التجريبي اللي تم ده منذ سنة، هيتم إضافة تشغيل تجريبي آخر لقاعات العرض الرئيسية ابتداء من غدا. طب قبل ما نتكلم عن قاعات العرض الرئيسية، دكتور عيسى زيدان هو مدير عام الترميم والنقل بالمتحف المصري الكبير. هنتكلم على عدد ضخم جدا، 50,000 قطعة أثرية من أماكن مختلفة، من معابد، من أراضي، من أماكن عديدة داخل مصر. فكرة نقل هذه الآثار والحفاظ عليها والترميم الخاص بيها، هنتكلم على آثار مقدسة، يعني تدخل في دائرة التقديس، صعب جدا وتحديات صعبة جدا لنقلها بنفس صورتها وتقديمها في عرض متحفي. بالضبط زي ما حضرتك قلت، هو أكثر من 50 قطع، حوالي 57,000 قطع موجودين حتى هذه اللحظة في المتحف المصري الكبير، ما بين قطع للدراسة، ما بين قطع للمخازن، ما بين قطع للآثار اللي هي معروضة في قاعات العرض الرئيسية وقاعات الملك توت عنخ آمون. الرحلة زي ما حضرتك بتبدأ من اختيار الأثر طبقا لسيناريو العرض، من المناطق المختلفة اللي هي موجودة فيها مخازن أثرية بتتبع وزارة الآثار أو المجلس الأعلى للآثار، بيتم التعامل معها. بدأنا من الإسكندرية، بدأنا من المنصورة، من الشرقية، بدأنا من الهرم، من المتحف المصري بالتحرير لحد أسوان. اختيار القطع الأثرية بيتم التعامل معها بعناية شديدة جدا جدا، توثيقها بمستوى عالي جدا بكل وسائل التكنولوجيا الحديثة قبل ما يتم التعامل معها أو لمسها، بالتصوير الفوتوغرافي، الفيديو، الاكس راي، راديوجرافي، الليزر سكان، بيتم توثيقها. وبقدر اشوف الاثر محتاج عمليه ترميم قبل التغليف ولا لا، لو محتاج بنعمل له ما يسمى بالترميم الاولي، ثم بعد ذلك يغلف الاثر طبقا للطرق العلميه على حسب طبيعه الاثر، سواء صغيره متوسطه اثار كبيره الحجم. وبيتم نقل الاثار على عربات مزوده بوسائد هوائيه، وبعض العربات اللي يكون احنا عندنا وحدات مجهزه ضد الاهتزازات عشان الطرق اللي هي اللي موجوده ما يحصلش اي تاثير على الاثر. تبقى عمليه في منتهى الدقه، يعني بتبقى طبعا حرص اكتر من حرص على انفسنا ان احنا لازم نحافظ على الاثر لحد ما بتيجي مركز الترميم. عندنا مركز ترميم المتحف المصري الكبير، ده قسم خاص ومنفصل داخل مركز من اكبر المراكز المتخصصه والنوعيه في الشرق الاوسط. شرفت بزيارته من سنتين، حاجه عظيمه. المركز طبعا زي ما حضرتك عارف مساحته كبيره على 32,000 متر مربع، في حوالي 19 معمل من المعامل المتخصصه اللي هي خاصه بترميم الاخشاب، خاصه بترميم الاحجار، الاثار العضويه، الاثار غير العضويه، الاحجار، من التقنيات الحديثه. هنتكلم في كل حاجه، الخشب بشتغل معاه ازاي، الحجر بشتغل معاه ازاي، كل ماده ليها، كل ماده لها طريقه علاج ولها خطه علاج وترميم بتبقى هتختلف عن الماده الاخرى. بالاضافه ان احنا عندنا معامل الفحوص والتحاليل احنا اللي هي بتشخص الاصابه او المرض اللي هو موجود في الاثر قبل ما نبدا نتعامل عليه. يتم ترميم القطعه طبقا لحالتها، وبعد كده بناخدها من خلال نفق بيربط بين مركز الترميم وبين قاعات العرض، ويتم وضعها في الفترين والقاعات المجهزة بالأساليب التكنولوجيا الحديثة.